بعد سنتين من الانقطاع في ظل جائحة كورونا، عاد الصالون الدولي للسياحة والأسفار من جديد ليفتح أروقته أمام المئات من المهنيين للمشاركة في طبعته 21، فرصة تعول عليها الحكومة لتعزيز انفتاح الجزائر على الدول المعمورة. هذا الانفتاح هذا يعني قرر سيد رئيس الجمهورية يعني مسايرة مع البرنامج الجديد ومع الجزائر الجديدة، فيجب أن نذهب نحو أمام أفريقيا وأن نوطد العلاقات خاصة بالنسبة للمجال الجوي والبحري مع الدول الشقيقة، فهناك يعني زيادة خطوط بالنسبة للرحلات بالنسبة للسعودية وبالنسبة للدول العربية الأخرى، فتح يعني خط بحري كذلك حتى الجدة وإلى الكويت وكل الدول العربية الشقيقة، هذا هو الانفتاح وزيادة توطيد العلاقات بين البلدان، ونرجو من الخطوط الجوية الجزائرية التي تعتبر حاملة علم الجزائر في الجو أن تساير هذه الهبة وهذه النهضة وأن تساير كذلك وأن تواكب نوعية الخدمات. تحسين الخدمات وتنميع العروض هو ما يسعى إليه الفاعلون في القطاع السياحي. الصالون الذي استضاف هذه السنة المملكة العربية السعودية كضيف شرف للطبع كان فرصة لعرض مختلف تجارب مهنيين يمثلون أزيد من 31 دولة. فرصة لكل المتعاملين السياحيين لاستغلال هذا الفضاء لترويج السياحة الجزائرية إن شاء الله، وكل المواقع التي تزخر بها الجزائر من مقومات سياحية والتعريف بها لكل الدول المشاركة. إذا تجدر إشارة علي الوزير أن نذكر أن هناك 340 عارض على مستوى هذا الصالون الدولي وبمشاركة 240 يعني فضاء ستون ومشاركة 31 دولة. توجه الحكومة الجزائرية الشقيقة نحو تنويع الموارد الاقتصادية للبلاد والاعتماد على السياحة كرافد اقتصادي مهم لن يتم إلا بالانفتاح على السوق العالمية للسياحة وتقديم الوجهة الجزائرية كمنطقة استقطاب انطلاقا مما تمتلكه من مقومات طبيعية وثقافية مما يضعها في مصاف الدول المتقدمة سياحيا. الصالون الدولي للسياحة والأسفار الذي يمتد على مدار 4 أيام سيسمح بالترويج والتعريف بالعروض السياحية المتنوعة وتمكين المتعاملين والجمهور العريض من الاطلاع على التنوع السياحي الذي تسخر به الجزائر.